أكيد لما شفت الحكاية على الورق غير لما عشتها. طبعاً الفقر والشكل اللي احنا شفناه، مش هنقول متسول، بس هو شخص فقير قوي، ما عندوش أي إمكانيات، وتقريباً باين للناس إن هو في حالة ذهنية مش مستقرة، لأنه ما فيش حد في الثلاثينات شكله كده عاوز يدخل جوه النادي ويلعب. فشكل إن أنت حد فقير وحد مش مشهور ولا ناجح ولا عنده عيلة ولابس اللبس ده، حسيت بإيه بعد نجاحك ووصولك؟ إن أنت لما كل ده اتاخد منك في لحظة، حسيت بإيه؟ إحساسي طبعاً، أنا شفتيني وأنا بقول لكم لا مش قادر خلاص. يعني وصلت الحالة لما بقيت أفكر. أنا الأول كنت الموضوع كنت واخده بتهزر شوية، بدأت أهزر، بدأت قلت الموضوع كويس عشان بنوصل رسالة معينة للناس. ولكن لما بدات احس ان الموضوع بدا لا فعلا، وانا بفكر وانا قاعد ان فعلا لو انا مكان حد كده، لا الموضوع صعب جدا بالنسبه لي، لان انا شفت دخولي النادي كان عامل زي من انت من كلامك. اول ما يعني قلنا للناس او انت شلت الباروكه والدقن والحاجه، انت على طول في ثواني مشيت. احنا فضلنا نصور، كل الناس اللي جوه النادي خرجوا على اساس ان هم اتحكى لهم ان كابتن محمد شوقي كان هنا وبيصور. كان نفسي تشوف اللحظه دي وانا واقفه اصلا، يعني الناس بتسالنا وانت مشيت من كتر ما كنت متوتر ولا كنت خايف ولا اثرت عليك نفسك؟ يعني قول لي ساعتها حسيت بايه. الثلاثه الدموع كانت في عينيك كمان، انا شفتها. الثلاثه، ما انا بقول لك الموضوع صعب جدا مش سهل. وبعدين خروجي من النادي بايدي هي اللي كانت هي اللي كانت برضه فكرت فيها واحنا بعدين بنتكلم، حتى في اخر حته لما شفنا. وحشك؟ طبعا